بسم الله الرحمن الرحيم. شكر موصول للزملاء والأخوة في مستشفى الشرطة على رأسهم دكتور أدهم بي، وشكر لشركة سانوفي اللي دعتني النهاردة عشان أقول المحاضرة بتاعتها. الانميت نيدز ويز بيزل ثيرابي، ايه اللي ينقصنا للبيزل ثيرابي؟ لقوا ان 4 من 5 سبيشاليست بيقول لك والله انا اسيرتيف، يعني بخاف من الهايبوغلايسيميا، وبالتالي لو انت ما عندكش هتديني دراج ما فيهش هايبوغلايسيميا انا هشتغل اكتر على اني اصلح الاي 1 سي. طب والعيانين رايهم ايه؟ العيان بيقول لك والله انا الهايبوغلايسيميا 4 من كل 10 عيانين الهايبوغلايسيميا بتخوفهم لدرجه انه بيضطر يغير الدوز بتاعته. وعشان كده واحنا يمكن اتكلمنا في المحاضره الاولانيه ان 5 من كل 10 من العيانين الدايابيتس ما وصلوش الاي 1 سي جول. في مصر دراسه اتعملت في 2020 قالت والله ان الناس اللي بتاخد اورال جلوكوز لورنج دراجز بس 20% منهم وصلوا للجول. اورال جلوكوز لورنج دراجز ومعاها انسولين 7% بس اللي وصلوا للجول. انسولين 27% بس اللي وصلوا للجول. 12.2 من 10 في تايب 1 بس هم اللي وصلوا لاي 1 سي اقل من 7. 17% في تايب 2 هم اللي وصلوا للاي 1 سي برضو اقل من 7. وعشان كده احنا عايزين بيزل يغطي لي مجموعه حاجات. الاولانيه انه يبقى ستيبل وبرولونجد. الثانيه ان الافيكاسي بتاعته بريدكتابل. الثالثه ان ما عندوش هايبوغلايسيميك ريسك ولور جلايسيميك فاريابيليتي. الجلايسيميك فاريابيليتي دي اللي بنقيسها بتايم ان رينج، تمام. الويت نيوتراليتي ملوش افكت على الويت. اللونج تيرم سيفتي دراسات عليها اتعملت وكان كلها سيف. الفلكسبيليتي اوف تايم اوف انجكشن، كل دي حاجات مهمه عشان اختار انسولين كويس. هنتكلم عن التوجيه، نتكلم على التوجيه كالتالي. هو التوجيه هو اللانتوس، بس بدل ما اللانتوس كان متوزع 100 يونت في 1 سنتي بقت 300 يونت في 1 سنتي. طب دي هتفرق؟ يا سيدي تفرق. السيرفيس اريا بتاع الدروبلت اللي فيها 100 يونت، تمام، هتريليز انسولين اكتر عن السيرفيس اريا اللي بتاعت السنتي اللي فيه 300 يونت، عشان السيرفيس اريا قليله فاليونتس اللي بتطلع، تمام، هتطلع اقل، وبالتالي هتديني سستيند برولونجد اكشن للجلارجين. طب عندك دراسه اتعملت على كده؟ ايوه يا سيدي. نشوف الكلينيكال بروجرام. لا احنا عندنا واحده قبل كده ناخد دي. حكايه بص عشان اريحكم، اي انسولين بتتعمل عليه اي ستادي بتبقى الاند بوينتس معروفه. الافيكاسي بيجيب نتيجه ولا ما بيجيبش، الهايبوغلايسيميا بيعمل هايبوغلايسيميا ولا ما بيعملش بانواع المختلفه، يعني هايبوغلايسيميا نوكتورنال دوكيومنتد بروفد وات ايفر، الكلام ده كله تمام. الويت بيزود الويت ولا ما بيزودش، الفاريابيليتي بيعمل فاريابيليتي زياده ولا ما بيعملش، كل دي عباره عن بوينتس اللي هي الاند بوينتس. فلما نيجي اي ستادي فيها انسولين هنلاقي هو الكلام هو هو بس بيختلف من انسولين لانسولين. هنا بيقيسوا الانسولين داخل البلد. انا مش هقدر اقيس كل شويه الانسولين داخل البلد، اخد شكه واقيس انسولين، اخد شكه واقيس انسولين. امال بيعملوها ازاي؟ بيعملوها بحاجه اسمها جلوكوز انفيوجن ريت. انا بحاول اقيس السكر كل ساعه كل ساعتين او فتفر كل نص ساعه، تمام، اقيس السكر وانا بانفيوز بلاد شوجر، وانا بانفيوز جلوكوز، متاسف، وانا بانفيوز جلوكوز. وبالتالي لو الانفيوجن ده كتير معناها ان انا عشان احافظ على ليفل 1 للسكر معناها ان انا عندي انسولين كتير.
لو الانفيوجن ده قليل عشان احافظ على ليفل واحد من السكر معناها ان الانسولين اللي موجود قليل. علشان كده لو بصيت في السلايد دي هتلاقي مش شغال. اوكي لو بصيت في السلايد دي هتلاقي الانفيوجن ريت اللي مع الجلوكوز انفيوجن ريت اللي مع اليومية الجلارجين يومية تمام كان اكتر بكتير في ال 18 ساعة الاولانية من الانفيوجن ريت اللي عمله اليو 300. وبعدين في اخر 6 ساعات ابتدى الانفيوجن ريت يقل لان مفيش انسولين تمام بينما ثابت او مور اور ليس في التوجي اللي هو اليو 300. ده معناه ان انا عندي انسولين ليفل بيعلى وينزل في اللانتوس خصوصا اخر 6 ساعات بينما في التوجيو ثابت. طيب هل في ايفيدنس على التوجيو ان هو دواء كويس؟ عندنا الاديشن بروجرام. الاديشن بروجرام ده عيانين هنديهم هي كذا اديشن، اديشن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 واديشن ان جابانيز تمام. هندي يو 300 فيرسس يو 100 على مدى 6 اشهر ثم على مدى 6 اشهر ثاني يبقى 12 شهر. ادي الاديشن 1 كان بيزل انسولين مع ميل تايم بولس انسولين ده فيرسس الجلارجين كله فيرسس الجلارجين توجيو فيرسس لانتوس. الاديشن 2 توجيو فيرسس لانتوس معاهم اورال انتي دايابيتيك ما عدا السلفونيلوري. الاديشن 3 انسولين نايف واعطيناهم من الاول بيزل انسولين بلس اورال انتي دايابيتيك اكسكلودينج السلفونيلوري. الاديشن 4 دي في التايب 1 البيزر والميل تايم بولس انسولين والاديشن جي بي 1 جابانيز اللي هي 5 و 6 دي بيزل بس في الانسولين في الجابانيز. كان من ضمن الحاجات اللي بنبص عليها التالي هل الدوز كلنا بنبص على البوبوليشن. كانت البوبوليشن مختلفه كان تايب في 1 و 2 و 3 والجابانيز 2 كانوا كلهم تايب 2 في 4 وجابانيز 1 كانوا تايب 1. كان الدوزنج بتاع البيزل انسولين متثبت في كل الاستاديز ما عدا الاستادي بتاع اديشن 4 اللي في تايب 1 كان ممكن ندي احيانا مورنينج واحيانا ايفنينج. الفليكسيبل انجكشن تايم 3 ساعات قبل و3 ساعات بعد التايم المحدد كان في تايب في اديشن 1 واديشن 2. المين افيكاسي بتاعتنا والاند بوينتس الهايبوغلايسيميا كانت موجوده في تايب في اديشن 1 و2 و3. الثرى هايبوغلايسيميا اناليسيس كان موجود في السته اديشن. البرايمري اند بوينت زي ما اتفقنا خلاص الانان انفيريوريتي للاي 1 سي تمام. كلهم اديشن 1 و2 و3 واديشن جابانيز 2 واديشن 4 واديشن جابانيز 1 كلهم قارنوا ما بين التوجيو وما بين اللانتوس اليو 300 واليو 100 ولو ان ما فيش فرق از ريجارد الافيكاسي كله بيدي افكت واحد. انما لما بصوا كده في اديشن 1 و2 و3 وقالوا طب نبص على اول 6 اشهر زي ما اتفقنا ونبص على ثاني 6 اشهر لقوا في اول 6 اشهر الاثنين الموست ايدنتيكال. في ثاني 6 اشهر يعني بعد مرور سنه ابتدى يبقى في فرق ان فيفر للتوجيو فيرسس اللانتوس سيجنيفيكانت 1. طب ماشي على الهايبوغلايسيميا اتفقنا خلاص ان دي الاند بوينتس اللي بنشتغل بيها. في اديشن 1 و2 و3 بتوع تايب 2 تمام بعد 6 اشهر النكتورنال هايبوغلايسيميا او اني تايم اوف داي هايبوغلايسيميا كانت افضل في التوجيو عن اللانتس. طيب
بعد 12 شهر برضو كانت افضل في التوجيه عن اللانتس. طيب نفس الكلام بس عاملينه على كير اني تايم اوف داي على مدى 28 اسبوع، تمام، كانت النتيجه ان فيفور اوف تو جي. نفس الكلام على مدى 28 اسبوع في بعد 6 اشهر الاولانيين، النوكتورنال بس كان الاول داي 14%، النوكتورنال بس كان منقص 31% التوجي عن اللانس. حبوا يتفلسفوا شويه مع احترامي لسانوفي، قال لك طب ما نلعب شويه في التايم بتاع الهايبوغلاسيميا، من 12 ل6 هناخده جروب، ومن 10 ل6 هناخده جروب ثاني، ومن 12 ل8 هناخده جروب ثالثه، ومن 10 لغايه ما يجي العيان يفطر تمام او يقيس سكره اول مره هناخده جروب رابعة، وحنقيسه كونفيرم تحت 70 وكونفيرم تحت 54 ودوكيومنتد، يعني العيان قال عليها تمام، ونفس الكلام تحت 54 وتحت 57 نشوف النتائج. كله ده بعد ما تلعب فوق وتحت وتنزل وتجيب، هي النتائج. التوجيو احسن من اللانتس، تمام، كحاجتين. بأول يقول لك ريسك اوف اكتر من 1% ايفنت، تمام، اكتر من 1 ايفنت، يعني انا عيان جيت ريبورتد قلت انا عندي جاني هايبوجلايسيميا اكتر من مره هايبوجلايسيميا، في از ا بارامتر اسمه الريت ريشيو ايفنت فور بارتيسيبنت بير يير. اصل ممكن عيان واحد يبقى هو المشكله عنده هايبوجلايسيميا متكرره، انما لما ايش العيانين كلهم وعمل لهم ريت لعدد الناس اللي داخلين ليه في السنه، تمام، يبقى الموضوع اوقع ويديني النتائج احسن. كانت النتائج برضو ان فيفر اوف تو جي. طيب التايم ان رينج اللي احنا اتكلمنا عليه والفاريابيليتي في تو جي احسن من اليو 300، من احسن من اليو 100. حتى لو انت غيرت المواعيد مره الصبح ومره بالليل، مورنينج انجكشن وايفنينج انجكشن، تمام، كان بيتر في الديجيو عن اللانتوس. بعد 6 اشهر وبعد سنه، تمام، في الاستاديز الثانيه كان احنا اتفقنا هنبص على الويت، كان في ويت، مش هنقول ريدكشن، هنقول ليس ويت جين في عيانين اللي خدوا التوجيو versus العيانين اللي خدوا اللانتس بعد سنة كاملة. كام؟ 35% relative reduction. يبقى to conclude in comparison لل U300 لل U100، التوجيو بيدي effective A1C reduction with less risk of hypoglycemia versus اللانتوس. في flexibility to select time of injection 3 ساعات قبل و 3 ساعات بعد. less weight gain مع التوجيو. better profile as regard the pharmacokinetic or pharmacodynamic. طيب التوجيو versus زميله الدجلودك، عملوا study اسمها البرايت study. البرايت study تاني الجلوكوز انفلتريشن ريت، سوري الجلوكوز انفيوجن ريت، الجلوكوز انفيوجن ريت اللي بارامتر بيرفلكت كونسنتريشن اوف انسولين في السيركيوليشن زي ما اتفقنا، لقوا احسن في التوجيو عن الدجلوديك. الدجلوديك الاخضر، سوري الجلارجين الاخضر والدجلوديك الاحمر، هتلاقي ان في بيك شويه في الدجلوديك بينما التوجيو البيك دي مش موجودة، وبالتالي احنا عندنا مور فلاتر كيرف للتوجيو على وبيعدي ال 24 زي الدجلوديك. طيب الفارماكو داينامكس والفارماكو كاركترستيك ازاي بتصلح العيان؟
لانه لو الديوريشن اوف اكشن اكثر من 24 ساعه يبقى بالتالي هادي 1 ديلي انجكشن. لو فلات فارماكو دايناميك وفارماكو دايناميك بروفايل هقدر ادي فليكسيبل انجكشن تايم وهيبقى فيه لو ريسك اوف هايبوغلايسيميا. لو ما فيش فيريابيليتي في الانسولين اكسبوجر اللي احنا قلنا عليه ريفلكتد بالجلوكوز انفيوجن ريت تمام، هيبقى ما عنديش هايبوغلايسيميا وهيبقى فيه فاسيليتيشن للانسولين دوزنج. ادي البرايت ستادي تفاصيلها مش مهم، هو عيان وبنعمل له ايون سي بتاعه اكتر من 7.5 واقل من 10، بودي ماس اندكس كذا، بياخد اورال هايبوغلايسيميك او جي بي 1 ريسبتور اجنست، كان ستيبل الدوزز بتاعته ستيبل في اخر 3 شهور وما خدش انسولين قبل كده. مجموعه هنديها يو 300 جلارجين، ومجموعه هنديها اللي هو توجي، ومجموعه هنديها ديجلوديك. كالعاده البري ديفايند ستادي اند بوينتس حفظناهم خلاص، الافيكاسي اللي هو التشينج اوف يو ان سي على مدى 24 ساعه اللي هي نون انفيريوريتي مارجن، السيفتي هيبقى الانسيدنس بتاع الهايبوغلايسيميا تمام. هنخش بعد كده على النتائج. النتائج بتقول والله الجلارجين يو 300 كان زيه زي اليو 100 في الاي 1 سي ريدكشن. هاويفر انتوا عارفين ان احنا بنتايتريت، نفضل نعلي 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 لغايه ما نوصل ما الفاستنج بتاعنا يبقى كويس، نكمل على الدوز ده. ديورينج التايتريشن بيريود حصل التالي، العيانين اللي خدوا ديجلوديك حصل عندهم مور هايبوغلايسيميا عن العيانين اللي خدوا اوتوجي. يبقى ان كونكلوجن الجلارجين 300 اللي هو اوتوجي والديجلوديك 100 بيدوني سيميلر كنترول بس وذ ريلاتيفلي لو هايبوغلايسيميك ريسك. الهايبوغلايسيميا انسيدنس والريت وير كومبارابل وذ بوث انسولين ديورينج ذا فول ستادي بات لور ان فيفر اوف جلارجين يو 300 ديورينج التايتريشن بيريد اللي احنا قلناه. The difference of A1C lowering effect والهايبوغلايسيميك ريسك في الدجلديك واليو 300 دي خاصة بالعيانين الرينال. هل العيانين الرينال لما بياخدوا الكلام ده بيحصل فرق؟ لا، وان العيانين الرينال تمام بيبقى اليو 300 او التوجيو احسن من الدوجليديك as regard the reduction of A1C. وكده شكرا جزيلا. شكرا استاذ الدكتور عمرو عبد الوهاب. اني كويشن؟ عايز اقول للدكتور عمرو بس في حاجه عشان تهم الدكاتره كلهم، عندنا حاجه في اللجنه اسمها اللجنه الطبيه بتوصل نسبه اللانتوس ل 100 وحده في اليوم واكثر من 100 كمان في اللجان. مفيش حاجه اسمها كده اوفر بيزلايزيشن للبيزل انسولين، ده غلط. ما نزودش قوي لان الاوفر بيزلايزيشن 0.5 يونت بير كيلو، لكن ان احنا نعمل لجان ب 100 وحده مفيش الكلام. دكتور عمرو بعد اذنك، هو بالنسبه للجلارجين 100 وجلارجين 300 احنا بالنسبه لنا هيد تو هيد 1 يونت تو 1 يونت، ولا حضرتك بتحب تقلل شويه؟ عاوزين برضك نوصل الرساله دي. تمام، شكرا دكتور عمرو.